أي تماسيت ما غزول قنغمي سنت مازيغ تدي نسا يسك صاحب الجلالة سجيد محبوسي ساثي ينصار ربي يجن البرق يعني الأمين مقران حزب الاستقلال السيد نزار بركارمي عودا الانتخاب النس دل الأمين مقران الحزب بعد التقثي جين ديسر مارثن نيذن أي رو أنا مولنا الحزب تقين عريني الخدمة النس ذرغيجتي وضغاس الحزب ذي العهد النس مشي ترس سجيد يحفظ ربي السيد نزار بركاركا ذي كمر الخدمة الثنس الحزب أذ يوضى ذي حقق من السيتي من يوذن الحزب حماتي رين غمشان نس ذي جار الأحزاب برنيذ نسيس نثمث النغد يق من زي سيتوتر زي الدستور سجل المسؤولية ثعران الغير النس خل الوطن نتيذ تأمش ذي ساهم ذي الخدمة ثن المصالح مقرانا الوطن والسلام عليكم. ذي أربات يستقبلي ظنات وزارة مصرين برا دمية وزل إفريقي ذي مغربيين من الخارج سيد ناصر بوريطا وزارة مصرين برا دمية وزل الغامبين يسين يويداكي سجن تبرات ثورة سوفوس يسكيت الرئيس من الجمهورية غابياس المناسبة جدد غامبيار مارثن نذن أبدي النسق أثمث النغض موني نشار من المغرب السيادة من المملكة أخكوشي أثمث الناس ميني تاثن ديس ورا الصحراء ثم غربشت أم يواز جار الأمن المغرب ذا إسبانيا زمان الحرس المدني من إسبانيا ستنسيق ذم يواز المصالح المديرية ثم قرانت أنحطون الشر أنا مولا سبدن إجن العملية ثم غار دولية تغاقصن السفغن غبار خبريذن ترابندوش عن 2345 كيلو زي الشيرة تغاقصن توين غال الجزر غاثي زاثن الكران غال كناري خيجو وغربوا نكوتشوا العملية تفن ديس اثنين نيوذان نيشكن ديس رخوقين دي الحراسة النظريات بالدخس النيابة تزماري ذنات الحكومة أقل المركزيات النقابية أذن غيجن ومستفقن الإطار ذي قمسة وران أبريل الحوار الاجتماعي غانين إيجن العمل إيجن ألف درهم الموظفين ليخدمن غاد دولة من أكتار أكسلون قدم سميرة أصبن عثمان التازي أم سوار جارنا النقابات ذي الحكومة يصيو ضيثن ذمتوى نذان قد خارو سنيني خدمنك الدولة ورعاذ أسنانين شي قيمين يعذان أسنانين ألف درهم ذا سنتوضان أخماثين يجوز قن الثاني زيواز سمزغارو زيو اليوزوز قسان 2024 أزغن ويس الناين الثاني زيواز أمزغارو أن يوليوز وزقوس إدغيسن 2025 زيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا. أناني قد خارو سنيني خدمنا قد دولة 1000 درهم ذا صفاء مكوريور منيا زيداني الحكومة ذعدا قد خارو 420,000 الموظفين زيني تفارن الوزراء انتغري وعود الوزراء ان الصحة ذيني أسفسس الضريبة قد خارو الموظفين ذيني خدمنا سريجات ينجمنا طوض أغاب 100 درهم يني تطفن تخريسة التمر وسيثة وذيني الزمانو يس عشرة قيمية قد تخريس تمزيان دقع وثمانية أتف تخريس دي مزيانين ذماني نس عشرين قيمية قع زيومي السنتة الحكومة يا رخد مثينس وجوه بنسبة 20% منذ يعني الوصول ديال هذه الحكومة زيمي خمتوان أذين نذمانو يثاقي التخريس الدمزيان دي تموشن غير خذاي من الفجة حسن نسبة 10 قيمية أزغن أذين ماني زي واسم زغورون أبريل وزغوسن 2025 أزغن أويسن ناين أذين ماني جي واسم زغورون أبريل وزغوسن 2026 أمناني أمتوان أخو عذار غيرين جي التقاعد وذي يزرفن الإضراء بخص السيور عادة أجي البرلمان إيج أجي نوثن أبريل ويجناني جي أكتوبر إتغيسن
استطعنا باش نرفعوا الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية. نوض أن سيري أزيد تخريس الدمزيان دي إني خدما أك الدولة 1000 درهم، أتاري زيد 3500 غاب 1500 درهم، من أيادي جسوري فأدا سبحان. نوض نوضا جرن ضريبة خد تخريسة الضريبة خمين السادف وإني خدما زيواس أمزورون يناير وزكواسا 2025 أذي نديري الضريبة يني خدما أسري جات جيمين تغيسن مرا نرزو أتفن سهوة الزاقسة في سرخة نار حار قبل إلا بغينا نهودوها تكون سهلة. نحن اليوم نوقع على اتفاق اجتماعي مع الحكومة مهم جدا مهم. أولا السان امتوى خمس اتفاقا الحكومة غسر مزية تمقران تأجي رمان نعوذ أجي دودا ثنجيني خدما نذي ماني تخارو سنجيني خدما أذي نيري أسفس السيد ضريبة خد تخريسة وتمانويث كي تخريس ذي مزيانين. اتفاق الاجتماعي اللي وقعنا اليوم هو كيجي امستفاق جيار انتوذاث ميخن متوذ دورتايت وكذا امستفاق ميخن متوذ عذاقي أبريل وزقواسن 2022 ويرني غاس أسفز الزيد ضريبة خد تخريس وتمانو يثقي التخريسة ضمزياند زيادة في سميق أني خمانيا ذيني عاوذ نرخز راث أجيشي زي من زي توسا المدونة نرخذ مثمانيا أذيري شوي شوي أخصم توان. ليست نهاية الحوار الاجتماعي بل هي بداية. أمس اتفق ذي جوسنتي يوم سوار خماريسا أمغارا أنظار الحكومة ما تغزي مخدوشا الرعاهد من زي منايا يتخصى ذي ريكتار غريغرا يمانين قنقرويا. هذا اليوم نهار كبير عندنا نهار جد مهم عندنا أمس اتفق ميغانوض غاس رمزية أذم غاري إني خدم الجيار نتفجاح تعود الصنايع غاسي تقنان إيران تراجث أشحار زيوامي. هذا اتفاق اللي كنا كنسنا بشحال هادي أمس اتفاق ميخدم توا الحكومة ذا النقبة ذورتا إريس انتخاس ووور زي 25 زي مارس يعذن ورا ردولين وسنني سوس غاسترو منن ديشان 135 زقيني سنن لازي المغرب شانت مورا إيش سن وسين دا تمحيزوان باش تسفغن من غسن الفنون ذي كوزينة انسن ذي دوريا وشين ريمث الموروث الثقافي المغربي جيار وسنني أمشاني غاس بساري التسنى من أكتر بمصوفي حجب تمك ذي ياسين مرافق ذي أقادير تواجد دورا ثمزوار تندونش ذوق سموية المهرجان شرشن ذيس أكثر من 135 وسين تسي مران غزي سندونش وسين تسي 12 دولة نظموا هذا المهرجان هذا في نسخته الأولى اللي تنتمنوه يتطور. المهرجان ذي النسخة ثمزوار تنس نسيتي ما ذي طور نسشنا سموية المغربي ذي الموروث الثقافي المغربي قنن غرو سموية كني وتسنمي يا رسوي ذي المكلة غير سجن دور مهم ذي السياحة ذو طور الدول تطوير المجال الاقتصادي والمجال السياحي نخسن السوجد جن النوع المكلة الجديدة ورتنو من يوذان أسوي ذي جن البطاقة ذي جن موزين الثقافة المكول دولة. المهرجان توقن ذيس يمحي زوارن ذقية رسوين الماكلة الحلويات الزاتي الورشات ذي سنت العروض مقرنا وسموي ذي الدنشت أما مشاركة إيش الثارية غنية برشا نسشن أسموي النغ نستفد سسموي الدول النظم نسيتي منشرش ذي المعارض النظم دي قرن حاجة يسر واو وإن شاء الله يا ربي تتعاود إنه تخفوا إن شاء الله غادي نشارك بموروث مغربي إن شاء الله شرشغ سجل الموروث مغربي بسطيلة سويسو فرحغ تغغري الشرف هذا مسلقي غيك ذي مقرانا نسوين دونش أكبر اللي شاف اللي كاينين في, 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 في العالم تبارك الله. المغربي تو حساب سي الدول ثو قليلين ذي دونش تغري الله نجن التراث ذا مقران ذي قيار وسوين سي الاعتراف مغطاس الدول
أقعد الملف يطف ذيس السلطات الجزائر الأقمصة نثروب نهضة بركان ديال المطار الهواري بو مدين منايا جا محيزوار نرم راح نصف نهائي ثمنت كأس إفريقيا تا نتشما غودار منايا يجا ثروب نهضة بركان تعقب سرثان تنقذين المحكمة الرياضية التاس أسا 30 أبريل وثقبير الطلبة السدغية ثمون تن الجزائر نتشمى وضار أكثر بوت اتحاد العاصمة الجزائري خسار قنقارو دير مراحتي قال نصف نهائي نهضة بركان المحكمة الرياضية طاس سبد القراري فغزي ثربيعة الاستئناف يتضفر الاتحاد الافريقي تشمع ودار الكاف يفخ ذي 24 ابريل من دينجا يسكن الميل في تربيعة الانضباط باش تتق اجراءات نيغ تدابير النظام تاديبيا النظام ممشنان ارداني تين غمي سنة فرارت قد يخلص فارق نكيم ينغمي سنة اسبانيوت اق مريم محافظ